الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، المجموع وصلنا في بيع الصكوك صح او بيع الديون صحيح. من المسائل الفرعيه في هذا الباب كلها على شروط البيع. قلنا هو من الشروط الخضع التسليم ايضا، احنا قلنا بيع ديون ووقفنا عنده. ايضا من الشروط شروط صحه البيع، احنا في كتاب باب ما لا يجوز بيعه، منها ايضا بيع الصكوك قبل قبضها. الصك كان في الرعي الاول، كان صك ولي الامر يعطيه رزق للرعيه، ارزاق طيب، طعام شراب تمر غير ذلك. هذه الصكوك كان اذا استلمها احد يمكن ان يبيعها. فهنا الشافعيه يقولون ولا يصح بيع الصك قبل ايش؟ قبل قبضه. ليش؟ لانه لو باع قبل قبضه وقع في قول الله جل في علا لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عند، وربح ما لم يضمن. فان امتلك الصك فكانه امتلك السلعه، لان الصك هذا علامه على وجود السلعه، فيعطيه صك يبيعه له، يبيعه له، مفهوم؟ لانه لا يبيع درهم، هذا ليس صرفا، هذا بيع سلعه وليس بيع الصرف. فهي ارزاق الجنود تباع بعدما يملك الصك. من ذلك ايضا في الشرط طبعا على القدره على التسليم، لا يجوز بيع الطير في الهواء. يعني هذه مساله ايضا من المسائل المتفرعه على شرط اكيد اصيل في البيوع، وهو بيع ما لا يستطيع، ما لا قدره لك على تسليمه. فنقول بيع الطير في الهواء، بيع الطير في الهواء قد يجوز وقد لا يجوز، لكن الاصل انه لا يجوز. لا يجوز لامور كثيره. اولا، بيع الطير في الهواء هذه مقامره، والأصرح بأنه لا يقدر على تسليم الطير في الهواء. كيف يقبضه ويعطيه إياه؟ فلعدم القدرة على التسليم قلنا هذا بيع محرم. لكن أنا أقول هو من وجهين محرم، الوجه الأول أنه مقامرة، والوجه الثاني أنه لا يستطيع التسليم، لا قدرة له على التسليم لأنه يطير في الهواء. أنا أريد بقى طالب علم متقن يبين لي الوجه الأول، لا الوجه الثاني. الوجه الثاني سهل يسير، هو الآن يطير في الهواء فلا يستطيع أن يقبضها ويعطيه إياه، ما يستطيع إلا أن يقتله، صحيح ولا لا؟ يطير في الهواء فهو لا يصل إليه، فالقدرة على التسليم غير موجودة. شرط اختل، يبقى البيع إيش؟ البيع لا يصح، لأن الإنسان قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما نهى أن يبيع المرء ما لم يملك. إذا ابتاع شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، حتى تحوزه، حتى تنقله لملك القبض والملك التام على السلع. وأيضا هذا من باب الغرض. نقول وهو أيضا مقامرة، فين وجه المقامرة هنا؟ أنت تعلم أنه لو باع له الطير هذا 100، يعني 100 من الطير، من الحمام بقى، من العصافير 100، جيد. إذا باعه وهو في الهواء، هو أصلا لو في يده في القفص سيبيعه بألف أو بألفين، لكن في الهواء سيبيعه بكم؟ 500، بمئة. يقول له بقى اطلع فوق، انزل تحت، طير طيارة، اطلع، صحيح ولا لا؟ هيبيعه بأقل، صح ولا لا؟ أقول وبهذا تكون مقامرة. كيف وين وجهتها؟ هو طبعا تعريف ماشي في أسئلة المقامرة. وجه المقامرة وين؟ لا طب احفظوا هذا عشان تتعلموا. وجه المقامرة، أصل المقامرة أن يعرض نفسه فيما يشتري أو يبيع للغنم والغرم. مع المعروف أن وجهة البيع هو أنه إذا 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 افترق البيعان بالخير ما لم يتفرق، يبقى إذا لو تفرق قد تم البيع وانتقال الملكية وارد في هذا الباب. فهو يقول إذ أصل المقامرة أن يدخل في غمار مسألة لا يدري العاقبة، أغنم أم غرم، فهو معرض لغنم أو غرم. قد يبتلي الله جل في علا الأمة بمطر شديد فيقع الحمام فيأخذ كل الحمام، ما يمشي ب100 درهم وهي بألف درهم، صحيح ولا لا؟ قد يطير في هواء مع نسيم ويطير كما يقولون يكلم بعضه بعضا ويطيرون إلى أمكنة لا يراها بحال من حال، وضاعت المئة درهم. فيعرض بأصل المقامرة أنه دخل في معاملة لا يعلم فيها العاقبة، وأنه كما قلنا فيه الغنم أو الغرم، الغنم أو الغرم. فهي فيها أولا التحريم في بيع الطير في الهواء، فيه مقامرة، وأيضا هو بيع ما لم يقدر على تسليمه. قال العلماء فإذا باع الحمام في برجه، تعلمون برج الحمام، البرج هذا كان بناء كأنه بيت بيوتات للحمام، فإذا باع الحمام في برجه لا يصح. وقد يصح إيش؟ في حالة واحدة. لما لا يصح؟ قلنا إذا كان
البرج مفتحت فوهاته فإنه يستطيع إذا تقدم إلى البرج ليأخذ الحمام يطير الحمام. فإذا القدرة على التسليم غير موجودة أيضا. الاحتمالية موجودة لكنها احتمالية أيضا ضعيفة. ليش ضعيفة؟ لأن الحمام يخاف من أي أحد يقترب منه، لابد أن يطير. فلذلك قال ولو باعوا في برجه والبرج مفتح، فوهات البرج مفتحة، فإنه لا يصح البيع أيضا لأن فيه الغرر ولا عدم القدرة على التسليم. في حالة واحدة يستطيع أن يبيع الحمام في البرج، ما هي الحالة؟ نعم، أغلقها، فإن أغلقها ولم تكن مفتوحة يصح بيع الحمام في البرج. من ذلك أيضا في مسألة القدرة على التسليم قالوا ولا يصح الفروع المترتبة على هذا الشرط، قالوا ولا ما لا يجوز في باب ما لا يجوز بيعه. قالوا أيضا من ذلك البيع، بيع السمك في البرك، بيع السمك في البرك، بركة يبيع فيها السمك. الأصل أن بيع السمك في البرك لا يجوز، لأنه لا يستطيع أن إيش أن يلملم شمل هذا السمك ويأخذه. يعني يشتري السمك، السمك الذي ينتشر أمامه في البركة، فإنه لا يستطيع أن يسلمه. فهنا البيع محرم من وجهين، الوجه الأول عدم القدرة على التسليم، الوجه الثاني مهم جدا صبري. الوجه الثاني إيش؟ مالك وماله؟ أنت مش تسمع علم، مالك وماله؟ ليش تشوف؟ ما أنت الخفة اللي أنتوا فيها في الطلب ده المصيبة، ركز في العلم عشان تفيد. ها ها، في المقامرة بس في أمر آخر، هو إيش غير المقامرة؟ الغرر، فيه غرر، وهذا الغرر بأنه لا يرى كم السمك، وأيضا لا يرى كيف، لا يرى الكم ولا الكيف، وهذه من الغرر. الغرر جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة ثمن أو جهالة أجل. فهو ينظر، ممكن ينظر سراب يحسب السمك. خذوا تكلموا، تخذوا تنزل تحت، لا تشوش علينا. السمك إن كان السمك كبير جدا، هذا السمك كبير جدا، هو يراه صغيرا، أو العكس سمك الصغيرة يراها كبيرة جدا، فإذا هنا غرر. وأيضا كم السمك لا يستطيع أن يتصوره، إلا إذا كانت البركة ماء، كان البركة إيش ماءها، البركة ماءها شفاف. إن كانت البركة ماءها شفاف جدا فنقول يبقى إذن يستطيع أن يرى. وأيضا نقول يبقى إذن التحريم لوجهة واحدة ألا وهي عدم القدرة على التسليم، إلا إذا كانت بركة صغيرة وعنده شبكة يستطيع أن يأخذ بها السمك، قلنا هنا القدرة على التسليم موجودة فيستطيع. أما إذا كانت البركة كبيرة ويستطيع أن هو يؤجر 5 أو 7، يقف كل واحد منهم على طرف البركة، متصورين لعلم التصور، يقف على طرف البركة ومعه إيه شبكة كبيرة، وكل منهم يضع الشبكة ويأخذ السمك، فيصح أم لا يصح؟ في الظاهر يصح للقدرة على التسليم، لكن هنا نقول هو استأجر رجالا من أجل التسليم، فنقول إذا هذا قد استلمها بكلفة، والكلفة هذه تجعل العقد لا يصح، إذ الأصل في البيع عن تراض، والكلفة التي تكلف الرجل يحمله على عدم الرضا في البيع، وقد قال السلام إنما البيع عن تراض، إنما الفقه البيع. بس اسمه أنت فهمت لما بيقال؟ هات بقى سؤالك. أو طبعا انت فكر، البائع اللي هتحمل يأجر 10 عشان يصطادوه له، يصطاد السمك، هو بيبيع له سمك كيلو بجني، ويجيب 10 يستأجرهم، انتهى الله العظيم، انتهى الموضوع. لا، انا اتكلم على المشتري، فهذه كلفة، فاذا لا يصح العقد بها. ومن ذلك ايضا في كلها تحت فرع بيع ما لا يجوز بيعه، تحت فرع القدرة على التسليم. وقالوا وبيع الجمل الشارد لا يجوز، بيع الجمل الشارد لنار من الغرر، هذا غرر لعدم القدرة على التسليم، لأنه فيها غرر. أولا أنه عين غائبة ولا يعرف الأوصاف وجهل بها، وأيضا الثمن وإن خف فإنه لا يستطيع أن يعطيه، عدم القدرة على التسليم، فلا يجوز بيع الجمل الشارد. قالوا أيضا ولا يصح بيع العبد الآبق، بيع العبد الآبق، هم يقولون العبد الآبق هو العبد الذي فر من سيده ولا يعلم مأواه ولا يعلم مكانه، قالوا لا يجوز بيع العبد الآبق. وبعض العلماء قال بتجويز بيع العبد الآبق، لأنه ممكن بعد ما يأخذ أوصافه وهو في رحلة في سفر يراه فيستلمه، هو يقول بذلك. فقالوا لأن ابن عمر باع عبدا له آبقا، وهذا خطأ غايته، لو ثبت هذا عن ابن عمر فهو مخالف لقول السلام نهى عن بيع الغرر، وقول المسلم لا تبع ما ليس عندك، مخالف. يبقى إذن الحجة في ابن عمر ولا الحجة في رسول الله؟ الحجة في قول رسول، لا حجة لأحد كائن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لحسن ظننا بابن عمر الأثري، فالظن أنه إيه باعه العبد الآبق الذي وصله مكانه واستطاع قبضه، وقال أنا سأعطيك إياه في البلد الفلاني، وحصل التراضي.
يبقى معنى ذلك أنه استطاع إيش؟ استطاع أن يقبض عليه وأن يعطيه للمشتري. هذا بالنسبة للعبد الآبق. بعض العلماء يقولون طب لو باع زيد، وهذه مسألة مطروحة، لو باع زيد عبدا عمرا، لو باع عمرا عبدا، لو باع زيد عمرا، طيب وكان هذا يعني هو عبد آبق، أبق من زيد واشتراه محمد، فقلنا البيع لا يصح، قلنا البيع لا يصح. فلما تفرق من المجلس جاء عمرو، جاء عمرو فأخذه محمد، فهل يصح العقد أم لا؟ تصورتم المسألة، زيد له عبد لكن عبد آبق، عقد البيع بينه وبين محمد على هذا العبد الآبق وتفرق بعدما عقد البيع. طيب طبعا العقد بإجماع هنا عبد عقد باطل. ليش باطل؟ عدم القدرة على التسليم، باع ما لا يملك، باع ما ليس عنده. طيب لما قام وجد الرجل فأخذه، قال اذهب مع سيدك هو الذي اشتراك، هل يصح العقد هنا أم لا؟ طيب جيد، يعني إيش؟ ما هو وجد الرجل، وجد العبد، وجد خلاص تفرق، استدار ومشي، ولما مشي وجد عمرو أمامه. طيب ما هو هو كان العقد لا يصح لعدم القدرة على التسليم، انتفى القدرة على التسليم وجدت، يعني انتفى سبب الخلل في العقد، فهل يصح العقد أم لا؟ أريد نظر طالب العلم. خلاص الإجابات متقاربة. بص الآن نحن نقول هو المسألة على الابتداء، ما بني على باطل فهو باطل، الابتداء العقد صحيح أم عن باطل؟ باطل الابتداء بأن العقد باطل، فإن كان باطلا فلا يصحح. هذا يمكن أن يصحح عند الأحناف، لأن من شرط صحة العقد القدرة على التسليم، وهنا مطلق النهي يقتضي الفساد، نعم، لكن الأحناف يقولون إن كان النهي ينصب على أصل البيع فالعقد باطل، وإن كان النهي ينصب على فرع، على شرط، على وصف ملازم فلا يبطل، يصحح الشرط. فهنا الشرط المنتفي هو القدرة على، صار قادرا على التسليم، قالوا يصح العقد، لأن أصل بيع العبد حرام ولا حلال؟ أصل البيع، وأحل الله البيع وحرم ربا، فقالوا أصل البيع حلال، فلما حرم الوصف وهو القدرة على التسليم، فقلنا هو لم يسلمه إذن بطل البيع، قالوا نعم البيع بطل، لكن لو استطاع أن يسلمه بعد ذلك يبقى هنا القدرة على التسليم قد وجدت، الشرط انتفى، يصح العقد، يصح العقد. هذا بالنسبة لهذا الباب. أيضا من ذلك قد قالوا بفروع أخرى من باب القدرة على التسليم، باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه، قالوا لو غصب زيد سيارة، غصب زيد سيارة وجاء المغصوب منه الرجل الذي ابتلي بهذا البلاء، نظر إلى سيارته يبكي، يقول السيارة، طبعا الآخر كان معه حاشية فما استطاع أن يقترب من سيارته، فرجع يبكي ويقول سيارتي سيارتي، وهو يبكي جاءه رجل آخر فقال ما يبكيك؟ قال سيارتي غصبها مني فلان، فقال أنا أشتريها منك، قال أنا أشتريها منك. هذه صورة. الصورة الثانية بأنه لما مر على سيارتي يبكي بكاء شديدا، نظر إليه الغاصب فرق قلبه لهذا البكاء، لأن الرجل من شدة البكاء بكى دما على السيارة، عاش ظهرا يحلم بها ويعمل من أجل أن يأتي بها، فلما وجد الدماء تملأ وجهه فرق قلبه له وقال له بعنيها، قال إذن أبيعك إياه بكم؟ قال بمائة ألف، قال خذ مائة ألف. هنا الآن صورتان، الصورة الأولى الغاصب نفسه يشتري السيارة، الصورة الثانية رجل رقيق القلب رحيم يريد يشتري السيارة من المغصوبة منه، وهي في يد من؟ في يد الغاصب. فأي العقدين صحيح؟ ولا واحد. العقد الأول صحيح، أو العقد اللي هو للغاصب صحيح، بيع أن يبيع المغصوب منه السيارة للغاصب السيارة صح ذلك. لما؟ لأن قلت الآن لابد من تراضي، قالوا التراضي موجود، قال مسلم إنما البيع عن تراد، طب لابد من الرؤية حتى لا يكون الغرر اللي غصبها يعني ده عايش معاها نايم جنبها، فالذي غصبها يعلم ما فيها، إذن لا جهالة. الأمر الثالث بأن الذي غصبها لابد أن المغصوب منه لابد أن يكون له القدرة على التسليم. طب هي في يد من؟ هو التسليم ما معنى التسليم؟ أن يستطيع أن يقبضها، هي في يد الغاصب،
يبقى إذن البيع صحيح ليس فيه ثم شيء، فيصح بيع المغصوب لكن لمن؟ للغاصب، لأنها تكون بذلك توفرت شروط البيع الصحيحة حتى يصح البيع. أما الصورة الثانية وهي البيع الغير الغاصب، نقول هو عقد باطل، أخطأتم، هو عقد فاسد. ما أنا عايزهم يروح عشان أقول تفصيل، هو صحيح الأمر فيه تفصيل، هو من قال باطل فقد أخطأ، من قال ليس بباطل فقد أخطأ، المسألة فيها تفصيل. قالوا يا فقيه يأتينا بالتفصيل. بالتفصيل قلنا أولا إذا باعه ولا يستطيع أن يسترد المغصوب وأن يعطيه إياه فهذا بيع باطل لاختلال الشرط هو القدرة على التسليم، فكأننا نقول باع ما ليس عنده وفيها ما فيها من المقامرة والغرر فلا يصح البيع. فقلنا وإن استطاع أن يسترد كره القوي ونظر للسيارة، غصبتم مني سيارة وكان أهله في الصعيد كثر والصعيدة إذا سرقت منهم الحجارة يكسرون الدنيا بأسرها، فبعث إليهم مرسال فجاء الصعيدة بإيش بكلية ما عندهم بخيلهم ورجلهم وجيوشهم وجاءوا لاسترداد السيارة، وكانوا على الرجل طبعا السارق الذي سرق وغصب السيارة سمع بالصعيدة فقال انتهيت وتبت إلى الله توبة النصوح والتوبة أولى من الناس، تفضل لأنه هيرقشوه، فرد السيارة والآخر يعلم أنه سيسد السيارة فيعطيه سيارة. هنا صح البيع للقدرة على التسليم، لكن الرجل ما عنده صعيدة والرجل غلبان لا يستطيع أن يفعل شيء، ينظر إلى سيارته ويبكي، فجاء الرجل الذي يشتري منه قال له أنا أستطيع أن أخذ السيارة، أنا أستردها لا شأن بك، بكم؟ قال بكذا، قال أرني إياها، فقد قال الواقفة هناك، فنظر إليها ونظر ومحص النظر فيها وحام حولها، ثم أتى برجاله وقال سيارة من للغاصب؟ سيارة من؟ قال سيارة كذا، قال ردها، قال أنا اشتريتها، أما زلت تغصب؟ قال لا، أنا أعطيك إياها وفوقها إيش؟ بعض المال الذي يمكن أن يكون لأصحابك، تفضل وخذها، فهو يستطيع قوي وله كلمة على الناس يستردها. قلنا إذن صح البيع باسترداد بالقدرة على، ولو كان من المشتري، يعني لو قلنا بأن البائع لا يستطيع ما عنده القدرة على أن يسلم لكن المشتري يستطيع وهذا هو المطلوب، هو مقصود البيع انتقال الملكية، الثمن يكون للبائع والسلعة تكون في يد، وهذا واقع صحيح، واقع لا 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 شيء فيه. العلماء يقولون أيضا ولو باعه سلعة فيها ما فيها من الشبه بسلعة أخرى، يعني فيها الاشتباه فيها اللبس، إذا قلنا بأنه يستطيع عنده القدرة على التسليم لكن التبست سلعة بسلعة أخرى فهذه أيضا فيها شبه بعدم القدرة على التسليم وفيها أيضا غرر عدم التعيين للبيع. يعني هو الرجل ماشي زيد ذهب إلى سوق النخاسة ولا أي سوق بيع العبيد ومعه 5 أعبد أو 6 أعبد فمر بهم ثم نظر إلى صاحبه فقال من هؤلاء؟ قال هؤلاء عبيدي، فنظر فوجدهم إيش كالحيطان رجال كالشجر ويستطيعون حمل الأثقال ويستطيعون يعني الخدمة القوية، فقال أريد أن أشتري عبدا، قال بعتك عبدا من هذه العبيد، عبدا من إيش؟ من هؤلاء، يبقى من 5. البيع هنا إيش؟ البيع هنا القدرة على التسليم موجودة غير موجودة؟ موجودة، لكن هناك شبهة أخرى في عدم القدرة على التسليم. ليش؟ لأنه ممكن يعطيه زايد يقول له لا أنا شريت عمر، يقول له عمر يقول له لا ده أنا بعت عمير، مفهوم؟ يبقى هنا النزاع متوارد والغرر موجود، يبقى دخل تحت قول النساء نهى عن بيع إيش؟ عن بيع الغرر. لكن لو قال له بعتك عبد من العبدين فهو يمحص النظر في العبدين ويقول ارتضيت بالاثنين، أنا أرتضي أحد الاثنين، يعني في الاثنين أنا راضي، فممكن أن نقول يمر البيع بمثل ذلك. يبقى المسألة الأخيرة مسألة بيع الغائب، المسألة الفرع الذي انتقل إليه المصنف في الكلام على في البيوع والمعاملات، بيع ما لا يجوز، بيع الغائب. هذا تمرين العقل هو البيوع، تمرين العقل وتصور العلم هو البيوع. بيع العين الغائبة، إيش العين الغائبة؟ هذه العين هي عين، طبعا هو البيع بيعان، بيع أوصاف وبيع إيش؟ عيان. إيش الفرق بينهما؟ صحيح أوصاف الذمة، بيع الأوصاف وبيع السلم، وبيع العين هي العين، هذا عينه الآن ليس وصفا، هذا عينه، لكن هو عين وبعته هذا العين، وين هو؟ غائب من غير موجود، يبقى هذه معنى بيع الأعيان الإيش؟ الغائبة وليس بيع أوصاف. يا رب آمين. مفهوم تصور المسألة؟ هذه المسألة هي بيع الغائب. زيد تاجر قماش، جاءته امرأة رجل يعني يحب الرفاهية، وهي لا تنام إلا على الحرير ولا تلبس إلا الحرير،
ولا تستنشق الا هواء الحرير. كيف بقى تستنشق هواء الحرير يا حرير؟ اقول لك انا كيف تستنشق هواء الحرير. امراه حرير في حرير تعبانه الله حموت انا. كيف تستنشق هواء الحرير؟ كيف يا ايمن؟ مش حد بيحب فيكم خالص؟ اه حبيبي اه شفت اه، مع انه هذا حجاره ده مش جاب حاجه، ده بيكسر حجاره آه، لكن سبحان الله هذه تضع الحرير على انفها ولا تشتم هواء الحرير، لا تشتم الهواء الحرير. فامراه حرير في حرير وهي ناعمه جد، فلما رات الحرير قالت هذا ليس بحرير، هذا بوستر ليس بحرير، فيه خيوط حرير لكنه ليس بحرير. اريد الحرير، قال عندي حرير اصلي لكنه بثلاثة أضعاف الثمن. قالت لا أنا سأعطيك خمسة أضعاف الثمن كرامة لك، لكن زوجي لا يحب أن يراني إلا على حرير وفي حرير وأنام على حرير وأتنفس الإيه الحرير. فمرأة طبعا الناس كلها الطلاق محرم ها، فيدخل الرجل يبحث عن الحرير الذي قاله لها ما يجده، يقول في المصنع الحرير، والمصنع في العمرية ونحن في محطة مصر مثلا، فقال في المصنع ليس هنا. صار الحرير الذي يباع هنا ايش؟ غائب، ليس وصفا هو عين، لكن عيني غير موجودة. فقالت بكم المتر؟ قال بمئة. قالت لك بمئة وعشر من اجل امتاع زوجي، واشترت وحدث التراض، انما البيع عن تراض. فما حكم هذا البيع؟ سيب بقى الرجل الذي منتظر الحرير يا عيني، لان اللي منتظر الحرير مش هيسأل الفقيه، لما يأتي الحرير هو في خبر ان كان، هو راح حرير هو كمان، فنسي الفقه. لكن نحن نقول قبل أن يصل إليه الحرير، هل البيع حرام أم حلال؟ هنا باعت، اشترت المرأة وباع البائع الحرير. المسألة في المذهب المعتمد في المذهب قولان، قول بالجواز قول بالمنع، والمذهب المعتمد الحرمة، وهذا الأقرب إلى الصواب كما سنبين. قالوا بالحرمة، لا يجوز البيع العين الغائبة. لما؟ قالوا لأدلة كثيرة. أولا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، كما صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، والغرر جهل بكم أو بكيف أو بأجل أو بثمن. هنا جهل بإيش؟ جهل بكم أو بكيف. قالوا لا، الكم انتفى لأنه قال 100 متر، يبقى بكيف، يبقى الجهل بالكيف، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر ويقع فيه الغرر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. ما وجه الدلالة؟ أي نعم، وجه الدلالة هم يقولون الشافعية يستدلون على منع بيع العين الغائبة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. ممتاز ممتاز. قيس الأولى كيف يعني؟ ممتاز ناخد أخوك كيف؟ ممتاز، السلعة موجودة أمامه الآن، لكن هو ويلمسها، يلمس الحرير أو غير الحرير، لكنه عندما لم يرها ولا يستطيع أن يكيفها التكييف صحيح أو كافيتها صحيح على أصلها، قال البيع محرم. فقال من باب أولى إن كانت العين غائبة أن يحرم البيع. قالوا بهذا، واستدلوا أيضا من الأدلة استدلوا بها على ذلك، والقياس أيضا يستأنسون بقول السلام بأن السلام نهى عن بيع ما ليس عندك، وهو ليس عندك الآن الظاهر أنه ليس، لكن هذا استئناس وليس أصالة، لأن المقصود حقا في نهى عن بيع ما ليس عندك إيش يا حسام يا صاحب التقية السوداء؟ أنه ليس لا يملكه، ليس ملكا تاما، ليس ملكا تاما، وعدم القدرة على التسليم، ليس ملكا تاما عليه. فقال لا تبع ما ليس عندك، يعني الذي لا تملك، زي قال ولا تربح ما لم تضمن، وهو الذي لا يضمنه والذي لا يملكه، لو تلف على الملك الأصيل. فلا تعني عندك الأصل فيها الذي لا تملكه، يقول أنا أملكه بس، لكن هو في المصنع ليس هنا، أنا أملكه. فلذلك نقول نستأنس بهذا، واستدلوا بالقياس بنقل المخالف من المتنازع فيه إلى المتفق عليه. قالوا أجمعتم أنتم ونحن على حرمة بيع النوى داخل التمر، التمر موجودة يعني بيع الماء هذا داخل هذه الزجاجة عندهم لا تجوز. خلي بالك ليش؟ ما في صراصير في الداخل، في ما أدري إيش اللي فيه. فذلك قالوا لا نراه. فهنا يقول بيع النوى في التمر مع أن التمر موجودة، قالوا لا يجوز لعدم الرؤية، لأن الغرر موجود ولا مش موجود في التمر، ممكن نحسب أنه النوى موجود فيها وغير موجود. فقالوا نهى عن بيع عدم صحة بيع النوى في التمر بالاتفاق يجرنا إلى حرمة بيع العين الغائبة، لأنه بمثابة العين الإيش؟
بمثابة العين الغائبة. الجماهير خالف الشافعية، الحنابلة والمالكية والأحناف قالوا بصحة البيع، لكن زادوا هم قالوا بصحة البيع مع الخيار، أن المشتري بعدما يرى له خيار الرؤية، له خيار الرؤية، يعني بعدما يرى يقول نعم هذا هو الوصف أو ليس هذا الوصف، قبلت أو لم أقبل، مفهوم؟ لكن صححوا البيع، صححوا البيع واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا صراحة. الدليل الأول العموم، وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا قد قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، قالوا هذا بيع، يبقى إذن أصل الأصل في البيوع الحل، فهو ينزل تحت ذلك. أيضا في عموم قول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم نجد أن السلام حرم هذا البيع، استدلوا على ذلك في بيع صحة بيع المبيع بهذا. وأيضا استدلوا على ذلك بأحاديث وأثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها، قبل ذلك قالوا بأن قول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، قالوا التراض موجود، توافق التراض بينهما فيصح البيع، وقد قال النبي إنما البيع عن تراض، والتراض موجود، إذن توفرت الشروط ويصح البيع. واستدلوا بالأحاديث والأثار الخاصة في المسألة، قالوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال من ابتاع شيئا أو من ابتاع بيعا فلم يره فله الخيار عند رؤيته، من ابتاع بيعا لم يره، فهذه دلالة واضحة جدا هو الآن في نص في المسألة، فله الخيار عند الرؤية. وبحديث مكحول مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع بيعا لم يره فعند رؤيته له الخيار، فعند رؤيته فهو له الخيار، أو قال مسلم من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء رده، إن شاء أخذه وإن شاء تركه. واستدلوا على ذلك بأثر عن ابن أبي مليكة كان بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وطلحة الخير، طلحة بن عبيد الله، كان بينهما بيعا وشراء أرض بالكوفة وهم في المدينة، الأرض يملكها عثمان ولم يرى الأرض، وطلحة يشتري الأرض ولم يرى الأرض، لكن المواصفات جاءت فباع، فلما باع باعها بثمن معين بمئة ألف، فقال الرجل لعثمان بن عفان غبنت يا رجل، الأرض مرميها شاسعة وهذا الأرض هناك ممكن تباع بمئتي ألف، غبنت، قال لا عليك إني لي الخيار لأني لم أرى، وهو بائع قال لم أرى السرقة بعتها. وهذا طبعا في نزاع بين الجمهور الذين قالوا بصحة بيع الغيب في مسألة عدم الرؤية للبائع والمشتري، هل الخيار في عدم الرؤية للمشتري أم للبائع، أم لهما خلاف بينهم. طيب وطلحة قيل له يا رجل أتأخذ هذا، قال لي الخيار، لي الخيار، فقال له غبنت، قيل طلحة ذا، قال لي الخيار لم أرى، اشتريت ولم أرى فلي الخيار عند إيه، عند الرؤية. فلما تحكم للقاضي شريح فقال فجعل الخيار لطلحة لا لعثمان، يبقى هو كأنه رجح أن الخيار عند بيع العين الغائبة لمن، للمشتري، لكن هي شاهد في ما يستدلون به على صحة بيع الإيش الغائب، لم يرى المشتري، طلحة لم يرى، فقالوا لك الخيار إن رأيت، لك الخيار إن رأيت، معي لك الخيار إن رأيت، فقالوا هذه دلالة على صحة البيع. وأيضا قالوا بأن قول طلحة في ذلك دلالة واضحة جدا على صحة بيع الغائب، واستدلوا على ذلك بالقياس، قالوا وهي القياس على عقد النكاح، إذ الإجماع، طبعا انظروا إلى هذا القياس كما الشافعية ينقلون المخالف من المتنازع فيه إلى المتفق عليه، المتفق عليه زيد يحب هندا جدا يحلم بها كل يوم، يأتي هاتف الله على بقى سحر بقى الشيطان بيأتي تزوج هندا، هندا هي امرأتك، تزوج هندا، هندا هي امرأتك، 10 سنوات وهو بيحلم بمن، بهند، فربنا كرم وعرف وين هند وأبو هند، أين أبو هند، فذهب فتزوج هند دون أن يراه، هل العقد صحيح أم لا؟ باتفاق العقد صحيح، لا تشترط الرؤية هنا، مفهوم ولا غير مفهوم؟ طيب لكن العلماء يقولون فإن دخل عليها فورد عيبا فله الخيار، ويستدلون على ذلك بحديث فيه ضعف، أن مسلم تزوج امرأة فلما دخل عليها فكشفت فرأى في كشحها بياض البرص يعني، فأعطاها مهرها وقال الحقي بأهلك، له الخيار في ذلك.
فقالوا قياسا نقلنا المختلف فيه المتنازع فيه الى المتفق عليه. هذان قولان في هذه المسألة هو بيع العين الايش الغائبة. كأن زيد جاء لعمر فقال له أريد أن أشتري سيارتك، قال سيارتي مرسيدس اللي هي الشبح، قال شبح سوداء بيضاء، قال بيضاء أنوارها ساطعة وهي فيها وما فيها النقص أن تتكلم، قال إذا اشتريتها على هذا وهي من غير موجود، قال أين هي؟ قال هي في مصر، قال بكم؟ قال ب60,000، قال خذ، فاشتراها منه على أنها غائبة، فلما جاء وجدها بيضاء في سوداء، فقال هذا وصف غير منطبق، أنا لي الخيار، فردها. فهمتوا المسألة؟ أصل البيع عند الجمهور ها صحيح ومتوقف على الرؤية، والبيع عندنا في المذهب أصله باطل، رأى ولا ما رأى، الأصل البيع باطل. الراجح الذي ندين الله به هو قول المذهب والمعتمد، وأن بيع العين الغائبة لا تجوز، بيع العين الغائبة لا تجوز، قد نجوزها في مسائل مفردات، لكن القاعدة العامة بيع الغائب لا يجوز لصحة الأدلة على ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ملمسة، فمن باب أولى أن يكون هذا البيع يعني محرم، وباتفاق أنهم يعني يرون حرمة بيع أو عدم صحة بيع النوى في التمر، مع أنه موجود التمر موجود أمامهم، لكنهم لا يرون ما بداخله وهو النوى، قالوا بصحة البيع في ذلك. هذا هو الراجح الصحيح لصحة الأدلة وسلامة الأدلة من المعارضة. أما المخالف فنرد عليه إنصافا، فنقول أما المخالف فقد استدل بعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، واستدل بعموم قول الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم. هذه الاستدلالات لا تصح، ليش؟ لأنها عمومات في مسألة خاصة، والخاص لا يقدر على ما نقول، هذه العموم هذا العموم مخصوص، وأحل الله البيع وحرم الربا إلا في الغرر، إلا في بيع ما ليس عنده، مفهوم؟ إلا في ما ليس عنده، فهذا مخصوص بالأدلة التي وردت في هذا الباب. وأما ما استدل به من الأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اللي هو قال فيه من باع بيعا فلا الخير عند رؤيته، قلنا هذا حديث لا يصح، في إبراهيم ابن فيه عمر بن إبراهيم وهو متفق على ضعفه، متروك فيه إبراهيم عمر بن إبراهيم وهو متفق على ضعفه متروك، فالإسناد لا يصح الاحتياج ولا يسلم من إيش من المعارضة. واستدلوا حديث مكحول وإن كان صحيحا لكنه مرسل، لأن مكحول لم يدرك إيش زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل والإرسال ضعف عندنا خلاف الجمهور، والصحيح أنه ضعيف لا احتياج، كما قال المسلم وعندنا من أهل العلم قالوا لا حجاج بإيش بالمرسلات، لا يحتاج بالمرسل، وابن حزم في المحلى يقول ولا حجاج قط بالمرسلات، يعني لابد أن يستقيم باتصال السند فهو مرسل. وأما القياس على عقد النكاح فالقياس قياس مع الفارق، القياس قياس مع إيش مع الفارق. قولوا لي أين الفارق في هذا الباب؟ نعم هو الفارق أن النكاح جاء به الدليل جزاك الله خيرا، لكن السلام كان يرد عليك يقول السلام قال له انظر في عين الأنصار فإن في عين الأنصار شيء، الوجه تعليل، ما الفارق؟ طب ما هو في مكسب وخساره، انت لو دخلت على امراه جميله انت في مكسب يعني عظيم، كل ليله انت اصلا يعني مرتاح البال، مهيئ تهيئه نفسيه لان انت اصلا تتمتع نفسيا ومعنويا وحسيا، صح ولا لا؟ هو مكسب والخساره بقى لو دخلت انت مثلا الاسود الحالك، لو دخل انت اصلا على شيء انت اوسم بكثير منها، فايش لا يحدث في نكد وفي هم وفي غم وفي كل يوم تقترب تقول اللهم اقتلنا قتلا طيبا، صحيح ولا لا؟ مشكله ثانيه هذا، مش مكسب وخسارة. والحق الفرق بينهما بأن مسألة النكاح لها مقاصد أخرى غير الإعجاب بالشكل، وهو الولد، حسن العشرة له فيها احتساب، مثلا قال تزوجوا الولود الودود، صح؟ فإني مباهم بكم الأمم، ومثلا قال تناكحوا تكثروا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، المقصود أسمى، وبعض الروايات فيها شيء من الضعف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سوداء ولود خير من إيش من حسناء عقيم، لأن هذا مقصود أسمى، فلذلك خفف فيه ما لا يخفف في مسألة، لأن السلعة مطلوب خيارها وضبطها مطلوب لمسألة الاتجار بها، أما المرأة لا التجارة بها في مقاصد أخرى غير مقصد الاستمتاع، بهذا تكون سلمت الأدلة على ذلك. فروع على هذه المسألة في بيع الغائب، إذن الراجح صحيح في بيع الغائب أنه لا يجوز، والأدلة عندنا كثيرة أنها عن بيع ما ليس عندنا
هذا الأصل. طيب لا يجوز بيع العين الغائبة وإن كانت غائبة على البدل، لا يجوز بيع العين الغائبة على البدل. مثلا يقول له ده، هذا أصلا فرع أيضا عن عدم قدرة على التسليم. بيع الغائبة عين الغائبة أيضا يعتريها ما يعتريها من عدم القدرة على التسليم، لا تبع ما ليس عندك. العين الغائبة على البدل معنى أنه يقول مثلا زيد يقول له بعتك سيارة المرسيدس، طيب فإن لم أستطع يعني أسلمك إياها، يعني هي غائبة الآن، هي في المصنع أو في الجراش الذي يبعد أميال، فقال بعتك هذه السيارة فإن لم أستطع تسليمك إياها أبيعك البي إم. يبقى هنا باع عين غائبة على إيش؟ على البدل، والبي إم موجودة أمامه، أو هو رآها وكانت موجودة في الخلف. بعتك المرسيدس العين غائبة هو، فإن لم فهو فهي على إيش؟ يبقى هنا باع العين على البدل، هذا عقد باطل، عندنا عقد باطل. لما عقد باطل؟ قلنا لأن البيع وقع على عين، واختلاف العين غرر، والغرر ينهى عنه الشرع، فبيع الغرر لا يصح. إذن هذا يعتبر أيضا البدلية شرط، وهذا شرط يخالف مقتضى العقد، شرط يخالف. وإذا خالف الشرط مقتضى العقد عند الشافعية وعند الحنابلة وعند المالكية يبطل به العقد، خلافا للأحناف، لأنهم يقولون الشرط ولو خالف مقتضى العقد فالعقد يصح ولا بد من تصحيح الشرط. لذلك هم يقولون مثلا الكارت اللي هي الشروط الربوية، لو كان أصل العقد صحيح، أصل الصرف صحيح ولها شروط ربوية، يقولون لو صحح الشرط الربوي صح العقد. لكن المالكية والشافعية يقولون من الأصل العقد إيش؟ العقد باطل. الفرع الثاني وآخر الفروع وهو إذا اشترى ثوبا، رجل ذهب يشتري قميص، فالرجل في القميص جعل القميص بقي له ما اسمها آخر قميص اللي هي إيش اسمها إيه الياء باللغة الإنجليزية، هذه عامة يبقى له هذا الجزء الأخير والأكمام. طيب وأيضا ما يكون تحت أن يقصره إلى الكعبين، جيد. فذا يشتري هذا القميص فقال القميص لم يكتمل، القميص نصفه قد اكتمل، هو لم يكتمل، بكم تبيع القميص؟ قال أنا أبيع القميص بمئة درهم. قال اشتريته، أعطاه المئة درهم، لكن هو لما أعطاه المئة درهم لما رأى إيش؟ نصف القميص. أين النصف الثاني؟ هو غائب، ينزل في الغائب هو الآن. يبقى البيع لا يتم، البيع هنا لا يتم لوجود الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وعدم القدرة على التسليم لأنه لم ينتهي منه. قالوا لا، لنا وجهة أخرى، بأنه قال ما بقي إلا الأكمام، وبقي هذه اللياقة، وبقي هذا الأخير، الجزء الأخير، وهذا الغزل والخيط الذي أغزل به وأخيطه وأحيكه. قال إذن خذ المئة درهم وأنا اشتريت، لأنه رأى خلاص، رأى المادة وعلم الصنعة، فقالوا يصح. قلنا كيف يصح؟ قالوا يصح بالبيع وبالسلم أيضا، لأن هذا غير موجود الآن. لما علم الوصف الذي سيكون، وهو بيع معدوم لأنه باع وصفا الآن ما باع عينا، يعني هو باع قميصا، باع نصفه عينا ونصف الآخر وصفا سلما، وهذا لا يصح من وجوه. الوجه الأول عقدا في عقد، الوجه الثاني أنه باع سلما في عين، والسلم لا يكون إلا في وصف. وين العين؟ نصف العين موجودة، يبقى باع سلما في عين، وبيع السلم لا يكون فيه إلا في إيش؟ في الأوصاف، فأيضا لا يصح. والثالث أنه يعتريه الغرر، والغرر قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.